السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وانتم بألف خير. بمناسبة شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. إن شاء الله هنشوف مع بعض النهاردة طريقة السمبوسة في القلاية دلوقتي. أنا عندي هنا السمبوسة حشيها بالجبنة أو محشية بالجبنة، حشيها بجبنة كيري، بتبقى حلوة جدا في السمبوسة. هنشوف مع بعض طريقتها في القلاية. انا عندي هنا القلاية، ضفت تقريبا معلقة كبيرة من الزيت. عندي هنا القلاية دلوقتي الاصدار 94، اللي هو الاصدار اللي قبل الاخير. الاول حسب نوع السمبوسة، لو عندك نوع السمبوسة انت شارية بيبقى مكتوب عليه من غير زيت، فهتحتاجي تدهني زيت. لكن لو معمولة السمبوسة بالزيت، عجينة السمبوسة نفسها بالزيت، مش هتحتاج تضيف زيت خالص، هتضيفيها في القلاية على طول من غير زيت. هفرد كده الاول الزيت، انا مزودة شوية الزيت، يعني انت مفروض تضيفي نص معلقة صغيرة بس من الزيت، او لو حابة بره خالص تدهني السمبوسة الاول كده بالزيت، تدهنيها كده بالزيت وتضيفيها. لكن انا بضيف الاول كده بضيف معلقه كبيره من الزيت، وبعد كده بضيف السمبوسه وباخد منها وبدهنها الوش كمان. يعني المعلقه الكبيره ديت بتغطي لي الزيت اللي بتغطي لي السمبوسه فوق وتحت، واخد وادهن الوش. هكمل انا بقى باقي كميه السمبوسه كده. خلاص بعد ما رصيت السمبوسه، هي تقريبا بتاخد 13، وممكن كمان لو زنقناهم في بعض تاخد 15 حبه سمبوسه، ده حجم اللي هو العادي. لكن طبعا لو الحجم الاصغر هتاخد اكتر من كده بكتير في المره الواحده. ولو عندك شبكه كمان ممكن تقضيكي، لو عندك عزومه او كده، انك تكفي السمبوسه كلها في المره الواحده. كده خلاص بعد ما خلصناها واتدهنت بالفرشه فوق وتحت، هبدا اشغلها. هشغل كده القلايه من هنا الباور، هشغلها على برنامج البطاطس. احنا ممكن نعمل السمبوسه على برنامجين، برنامج البطاطس وبرنامج الفرن فوق وتحت برضو. ده شغال في السمبوسه، لو حابه السمبوسه تبقى مقرمشه خالص هتبقى حلوه جدا على برنامج الفرن فوق وتحت، لكن هي بتبقى طريقتها ممتازة على برنامج البطاطس، او انا بفضلها على برنامج البطاطس. فهنشغلها وبعد كده هنتابعها مع بعض. عندي هنا تقريبا بعد 7 دقايق هنبدأ نشوفها مع بعض. بدأت تاخد لون، انا مش عارفة واضح ولا لا، اشغل كده الفلاش كده واضح شوية. بدأت تاخد لون خفيف من فوق ومن تحت. هبدأ بس اغير المكان شوية، هنا تحس ان هو متحمر زيادة عن الباقي، فهبدأ اغير المكان عشان الكل يتحمر بالتساوي. هنشوفها مع بعض بعد 10 دقايق. خلاص خدت لون كويس جدا، انا مش عارفة هو مش واضح قوي في التصوير، لكن هي خلاص خدت لون حلو جدا من فوق ومن تحت. يعني انا بالنسبة لي ده خلاص مناسب، لكن لو حباها اغمق من كده هتسيبيها كمان 3 أو 4 دقايق. خلاص كلها من فوق ومن تحت بقت حلوة جدا. خلاص كده هفصل القلاية. ده
عندي هنا نتيجة السمبوسة على برنامج البطاطس، لو حابة تجربيها على برنامج الفرن فوق وتحت، هي بتبقى مقرمشة قوي، او انا بحس انها بتنشف، وخاصة لو السمبوسة محشية فراخ او لحمة بحس ان الحشوة بتنشف شوية. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتم منه ان شاء الله.